السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير خوتي. اذا عندكم حس في المحرك شيفرولي ابيو كما هكذا، اول حاجه واش ديروا؟ نحو الكرواطه اكسسوار. لا الحس باقي، معناتها راهي لا بومباو ما دخلت الماء ثالثه، عاودوها. بصح لا ما الحس ما لقيتوه ما كانش، راه وعدكم المشكل في ثلاث حوايج: البليسيير ولا لي رولمون تاع لاتيناتور او الرولمون تاع ما دخلت لاسيس. هذيك الساعه ابداو بالبليسيير، الا عاد خاطيه روحوا شوفوا لاتيناتور، الا عاد خاطيه روحوا شوفوا راقبوا الرولمون تاع ما دخلت لاسيس. الا عاد ثالثه بدلوها. بصح على بدلتوها وبقات، هذا يعني باللي راهي المدخه تاع لاسيستي هي اللي تالفه. هذيك الساعه لازم تبدلوا وحده جديده. السلام عليكم.